بعد مطالبة من وجهاء عشائر مدينة الرقة، الإدارة الذاتية تجلي حوالي 800 من النساء والأطفال من مخيم الهول الواقع جنوبي مدينة الحسكة، وذلك لإعادتهم إلى ديارهم ودمجهم في المجتمع. وأكد المسؤولون عن المخيم أن الذين تم إجلاؤهم تم التأكد من عدم صلتهم بتنظيم داعش، ولم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين، مؤكدين أنه سيتم إجلاء المزيد من الأسر بعد عيد الفطر. يذكر أن هذه المبادرة جاءت عقب اجتماعات بين مجلس سوريا الديمقراطي ووجهاء العشائر في بلدة عين عيسان. وبناء على توجيهات القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية بتلبية طلبات شيوخ العشائر بتسليم البعض من النساء والأطفال الغير متورطين بجرائم حرب أو إرهاب أو أيديهم غير ملطخة بدماء سورية وغير مصدرين للفكر الداعشي ضمن المجتمع بتسليمهم إلى ذويهم، لا سيما كانت الفترة ضيقة مؤخرا بفترة الأعياد، لذلك تم إطلاق أو تسليم حوالي 800 امرأة وطفل إلى ذويهم اليوم بواسطة لجنة مشكلة من الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا وبالتعاون مع علاقات العام لقوات سوريا الديمقراطية. بالتأكيد سيندمجون مع المجتمع، وهناك طبعا لجنة علاقات في الإدارة المدنية في الطبقة والرقة، وأيضا وجهاء الشيوخ والعشائر الموجودين في تلك المنطقة سيستقبلونهم ويعيدونهم إلى منازلهم، ويتم التعامل معهم على هم كسوريين ويندمجون مع المجتمع، ويعني قدر الإمكان يعني حتى ينسوا مآسي التي مروا بها من خلال المعارك التي دارت في مناطقهم ونزحوا بسببها إلى المخيمات، ويتم اليوم إعادتهم إلى مناطقهم. بالتأكيد جميعهم مدنيين سوريين لا صلة لهم لا بتنظيم الدولة ولا بأي جهة من التنظيمات الإرهابية الأخرى.